هرش ملح، هرش فلفل، واجيب البتنجان. عايزين تعملوه في الفرن مشوي مفيش مشكله خالص، عندكم بواقي بتنجان مقلي وعايزين تستخدموه مش هيقول لا برضو. طبعا ده يعني هيبقى اخف، بس لو انتوا عايزين تستخدموه مقلي مفيش مشكله خالص. اهو خلي هنا التتبيله، عصير الليمون، شوية شمر، دبس الرمان، عسل أبيض، بقدونس، ملح، فلفل، زيت زيتون. نقلب كويس قوي. هايل، ايه الاخبار هنا؟ حلوة قوي. طيب احنا طبعا عملنا دلوقتي مع بعض التتبيلة بتاعت السلطة دي، مش ملزمين انتوا بيها طبعا، احنا كنا عاملين حلقة قبل كده عن تتبيلات السلطات، عايزين تشيلوا او تحطوا تتخشوا على اميره في المطبخ على الفيسبوك وتشوفوا التتبيلات، تنقوا تتبيله تانية، بس هي التتبيله دي بتليق مع السلطه دي، لكن لو حد عايز يغير مفيش مشكله خالص، التتبيلات موجوده تقدروا تستخدموا اللي انتوا عايزين. طيب الجبنه الحلوم ممكن نحطها زي ما هي كده، وممكن نشويها على الجريل برضو بعد ما نخلص البتنجان. هنا شوية نعناع فريش يا مدام سعاد. مدام سعاد، السلام عليكم. عليكم السلام ميلي، ربنا يخليك يا رب، حضرتك طيبة بالصحة والسلامة يا رب، كتر خيرك. هحط بقى مرة كمان بتنجان عشان عايزة أملى الطبق اهو، بس خلاص كفاية كده. نقطع بقى الجبنة، وزي ما قلت لكم عايزين تشوها اوكي، عايزين تستخدموها زي ما هي كده اوكي، ما فيش مشاكل. ده كمان مش عايزينه. يلا، عايزين تستخدموا جبنة فتة، تحطوا جبنة قريش، اي حاجة مفيش مشاكل، ما تتأيدوش يعني. رشة من الزيت، رشة ملح، رشة فلفل. تعالوا بقى نقول لو احنا عاملين عزومة، انا شلت البتنجان بعد ما اديته زيت الزيتون والملح والفلفل من الاتجاهين وشويته، هحط الجبنة الحلوم تاخد وش كده من الناحيتين، ناخد البتنجان هنا. عملنا هنا ايه؟ حطينا عصير الليمون، ملح وفلفل، دبس الرمان، الشمر، البقدونس، والنعناع الفريش. هاخد شويه كده على البتنجان اهو، وبعدين احط الرمان. طبعا الرمان لسه في بدايته قوي، فاللون بتاعه مش غامق قوي زي ما المفروض، لكن ماشي الحال. رشه شمر تاني. يا نور، الو، ازيك يا نور؟ احنا كده خلصنا السلطه اللي بالجبنه الحلوم والبتنجان والرمان، هنطلع فاصل ونرجع.